تفاوت مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال بشكل نهائي على عدد من مشروعات القوانين المهمة التي انتهى منها، وتتضمن قائمة مشروعات القوانين الرياضة القانون المقدم من الحكومة الخاص بإصدار قانون الاستثمار، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والذي من المقرر أن يتم أخذ التصويت عليه نداء بالاسم، وهو من القوانين التي تتطلب موافقة الثلثين لأنه سيطبق بأثر رجعي. كما تناقش الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة الإعلام والثقافة والآثار والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب أسامة هيكل و87 عضوا آخرين بشأن إنشاء نقابة للأثريين. ولكن عن قانون الاستثمار، ودي من القوانين الهامة جدا اللي كثير من المستثمرين منتظرينها.